حرب النقلات تعود إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة قد تكون الأشد بين تهران والولايات المتحدة. بلينكين يتعهد برد جماعي وشيك على الهجوم الذي طال الناقلة الإسرائيلية ميرسا ستريت، قائلا إن بلاده حصلت على معلومات تؤكد وقوف طهران وراء الهجوم. كما أشرت، نحن على اتصال وتنسيق وثيقين للغاية مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى، وسيكون الرد جماعيا. الرد الجماعي لن تتضح معالم طبيعته بعد، فيما ترجح قراءات فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والعسكرية على تهران، أو إلزامها بدفع تعويضات أو استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد نظام الحكم في البلاد. إيران تكتفي بالنفي وتصف الاتهامات بالباطلة. على النظام الصهيوني أن يوقف مثل هذه الاتهامات الباطلة. هذه ليست المرة الأولى التي يوجهون فيها اتهامات كهذه إلى إيران. وسط النفي الإيراني، نقلت قناة العالم الإيرانية عما وصفته بمصادر مطلعة أن الهجوم جاء ردا على استهداف مطار الدبعة في سوريا. إسرائيل لم تستصغ النفي وتتوعد بالرد بطريقتها الخاصة. الاتهامات المتبادلة بين تهران وتل أبيب ليست الأولى من نوعها، بيد أنها تتزامن هذه المرة مع توقف المفاوضات حول إحياء الاتفاق بشأن الملف النووي ومع تنصيب إبراهيم رئيسي، فيما تتعالى أصوات من الداخل الإسرائيلي بتحرك فعلي ضد طهران، ما ينذر بشوط جديد من التصعيد بين الأطراف الدولية وإيران.